اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة سهلة مهلة إكسبريس بنينة برشا. وصفتنا لليوم هي بيتزا في المقلة. البيتزا هذه ما نعجنوهاش ما نخمروهاش. طريقة التحضير متاعها سهلة مهلة، تقريبا تحضر في 5 دقائق. الوصفة هذه تساعدكم كي تبدأوا مزروبين وتجي بنينة برشا إن شاء الله. الفيديو يفيدكم، يقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنيل، وممكن زيدا تابعوني على صفحتي في الانستغرام كويزين إنيل. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفة وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا خذيت صحفة باش نصبوا فيها أول حاجة 200 مليليتر من الحليب الدافي، ما يكونش سخون يحرق وما يكونش بارد. عندي لهنا نصف ملعقة متاع قهوة من السكر العادي، وعندي لهنا خميرة الحلويات اللي هي خميرة الجاتو باش نضيف منها ربع ملعقة متاع قهوة. وباش نستعملوا خميرة الخبز، الخميرة الجافة اللي تكون حبيبات، باش نحطوا منها ملعقة متاع قهوة. المكونات هذوما توا باش نخلطوهم بالفوي، نحاولوا نذوبوا شوية الكمية متاع الخميرة، ومن بعد نكملوا عليهم بقية المكونات. باش نضيف توا بيضة كاملة الأصفر والأبيض، ونكملوا نخلطوا الخليط متاعنا يتجانسوا شوية المكونات في بعضهم. عندي لهنا الزعتر الشيح باش نحط منه شوية يبنن برشا العجينة، لكن إذا كان ما عندكمش تستغنوا عليه. وباش نضيفوا 40 مليليتر من زيت الزيتونة، ما يعادل 4 ملاعق متاع أكل، تنجموا تعوضوا بالزيت النباتي. وعندي الفارينة باش نستعملوا منها 150 غرام، نحطه بشوية ونخلطه بالفوي. وآخر حاجة باش نضيف نصف ملعقة متاع قهوة من الملح، نخلطه مليح. وهذا هو الخليط متاع العجينة متاعنا حضر. باش نغطيها توا بغطاء ونخليها على جنب الوقت اللي احنا حضرنا فيه الصلصة اللي باش نحطوها فوق البيتزا. لهنا توا باش نحضروا الصلصة متاع البيتزا. في العادة نشريها حاضرة، لكن حبيت نشاركها معاكم باش تشوفوا الطريقة قديش سهلة. خذيت كعبة طماطم من الحجم الكبير، نحيت لها كل جزء الأخضر وقطعتها قطع صغار وحطيتهم في الكيس متاع الخلاط. وعندي ربع كعبة متاع بصل متوسطة باش نقطعها حتى هي طريفات صغار، وباش ناخذ سنة متاع ثوم نفس الشيء نقطعوها طريفات صغار. وعندي الطماطم المعجونة اللي هي طومات كونسونتخي باش نحطوا منها ملعقة متاع قهوة. وعندي زيت الزيتونة باش نحطوا منها 2 ملاعق متاع أكل. وعندي الأحبق الشايح باش نحط منه شوية، تنجموا زيدا تعوضوا بالزعتر الشايح إذا كان عندكم. وباش نبداو نفوحوا الصلصة متاعنا، شوية ملح، شوية فلفل أحمر دوب الليش على راس الملعقة متاع القهوة، شوية فلفل أسود، شوية كركم، وشوية تابل وكروية. المكونات هذوما توا باش نرحيوهم من غير ما نضيفولهم حتى قطرة متاع ماء، نرحيوهم كيما هما. هذايا هو توا الخليط متاعنا حضر، باش نفرغوه في كسرونة وباش نهزو نحطوها فوق النار، نخليوها تهز غلوة تسيب كمية الماء اللي فيها، تزيد تغلي شوية تقريبا دقيقتين ثلاثة تنشح من كمية الماء الكل وتكون عنا حاضرة. هذه هي توا الصلصة متاعنا حضرة، تتحصل عليها بالشكل هذايا، تنشح من كمية الماء اللي فيها الكل. توا باش نخليوها على جنب ونتعداو باش نطيبوا البيتزا متاعنا. خذيت الكريبير اللي باش نطيب فيها، حطيتها تسخن على نار قليلة، نصب فيها شوية زيت زيتونة، ندهنها بالبانسو. تنجموا تستعملوا أي قلية متوفرة عندكم، المهم تكون ما تلصقش. الكريبير اللي خدمت فيها من الحجم الكبير، القطر متاعها 30 سنتيمتر، هذيك علاش باش نصب الخليط الكل كامل، باش نعمل بيتزا من الحجم الكبير. إذا كان القلية متاعكم صغيرة، تنجموا تقسموا الخليط على مرتين وإلا ثلاثة. نصبوا توا الخليط الكل ونحاولوا نوزعوه في الكريبير كما نخدموا الكريب بالضبط. وباش نغطيوها بغطاء ونخليوها تطيب على نار قليلة. نأكد عليكم لهنا النار لازمها تكون قليلة. وقت اللي نشوفوا العجينة متاعنا بياضت من الفوق باش نحطوا فوقها الحشوة متاعها. هذه هي توا البيتزا متاعنا كيفاش نتحصل عليها بعد دقيقتين. الوجه متاعها طاب وملوطة لونها حمار. نحطوا عليها توا صلصة الطماطم اللي حضرناها، حطيت الكمية الكل على خاطر حضرت كمية متاع كعبة واحدة من البيتزا، وانتوما تنجموا تضاعفوا المقادير إذا كان باش تعملوا كمية كبيرة. باش نحط عليها توا شوية فروماج، استعملت ايمونتال واستعملت موتزاريلا. وباش نكمل عليها شوية تون، هذه هي الحشوة اللي باش نستعملها، وانتوما من بعد تبدلوا على حسب الرغبة متاعكم. وباش نعاودوا نغطيو عليها بالغطاء، نخليوها تطيب مدة دقيقة، هكا جبن الكل يذوب وتكون عندنا حاضرة.
هذه هي تو البيتزا متاعنا طابت وحضرت، تجي ما شاء الله بنينه برشا، من اسهل ما تحضروا ومن ابن ما تاكلوا، تعجب الصغار والكبار، تساعدكم كي تبداو مزروبين، تنجموا تحضروها للفطور والا للعشاء، وصفه سهله ماهله. ان شاء الله الفيديو فاتكم وقدم لكم الاضافه. اذا كان عندكم اي ملاحظه ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناه كويزين باينيل. نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين. واخر حاجه نقولوا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم من لا كافية له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.